لكن ما رأيكم الآن مشاهدينا الكرام أن نتابع قصة الحراك في الجزائر بتوقيع مريم أوباش. الأغاني والشعارات التي رددتها ملايين الحناجر خلال مسيرات الجمع الكثيرة كانت ولسنوات تسمعها مئات حناجر أنصار فرق كرة القدم في مدرجات الملاعب. أغاني سياسية تحمل رسائل قوية للنظام الحاكم، كانت صرخة وجع مهمشين في ربيع العمر ضد أخطاء وخطايا السلطة، سلطة خسرت الرهان يوم اعتقدت أنها شعارات عابرة لشباب محروم من كل شيء ومتنفسه الوحيد مدرجات الملاعب وسحر الكرة. بينهم